لا مفيش، خلي الوالدين يلعبوا. طيب تعالى بقى نشوف كده، ربنا يخليهم لك، ولادك بيتكلموا بيقولوا ايه. يلا. بحب العب فولي وبحب بابا، وعايزه لما اكبر اكون زي بابا. وانا في يوم من الايام عايزه اكون بطلع زي بابا عشان بابا مصاري الاعلى. يا رب يا بابا ان انت في يوم من الايام تكون فخور مني. انا عمر ابن عبد الخالق العوضي، ولعبت هاندبول عشان بابا لعب هاندبول وسابني ان انا العب الرياضه اللي انا عايزها، وانا رحت الهاندبول على طول والعب باسم نادي ومنتخب مصر. ربنا يخليهم لك. عاوز تقول لهم ايه بقى؟ عايز اقول لهم زي منى بالظبط، يعني استحملوني كتير برضو، وهم كانوا دايما، كنت يوم الجمعه كان حد فاصل بالنسبه لي في حياتي، ان انا يوم الجمعه اقفل تليفوني واطلع معاهم اخرج. دلوقتي كان اليوم الاساسي، كان الجمعه الاساسي المقدس ده بتاعي. كابتن كنت بقفل تليفوني خميس بالليل الساعه 10، اقفل التليفون افتحه يوم السبت الساعه 12 الظهر. النهارده يوم الجمعه بقى طار عليهم، ما بقتش اخرج معاهم، ما بقتش اعمل حاجه خالص. فبقول لهم معلش ان شاء الله قريب هنخرج مع بعض، وبالذات ان جود طالبه مني ان اخرج معاها دايما، وهي قريب هنكون خارجين. وعايز اقول لكم شد حيلكم، اتمنى طبعا انتوا ولادي واشوفكم بتلعبوا في اسم النادي الاهلي وقدام الناس كلها، بقول لكم اوعوا تروحوا اي حاجه تاني، هو النادي الاهلي بس، يا النادي الاهلي يا اما بلاش. ربنا يخليهم لك وتشوفهم نجوم كده متالقين في كل الالعاب اللي هم يختاروها ويحبوها يا رب، وتشوفهم كده مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله يا رب باذن الله. طيب هوايتك ايه غير كره القدم؟ هوايتي ايه غير كره القدم؟ حاجات كتيره جدا. زي هوايتي طبعا القرايه، ان انا اقرا بس في المجال الرياضي، مش في اي قرايه تانية. اخر كتاب في الرياضه قريته عن ايه؟ عن الاداره. عن الاداره، عن الاداره طبعا، اللي انت موجود فيها طبعا لازم، عاوز بقى تنفذها بحذافيرها. بدور على الجديد في العالم، الجديد بفتح اي ويب سايت اتفرج عليها واقراها، حتى لو كان اراء الناس نفسها بحب اقراهم جدا جدا، وبحب اطلع جدا على كل ما هو جديد في المجال الرياضي بصفة عامة، مش الهاندبول، بصفة عامة في الرياضة، كإدارة، كورة، كأي حاجة. يعني بشوف تجارب الناس عملت إيه بالظبط في العالم، عشان أقدر أحاول أطبق حاجة لو جزء صغير جوه المجال الرياضي في مصر. إيه تاني غير القراية في المجال الرياضي؟ بحب السفر جدا. سفر جدا جدا. آخر مرة جداً سافرت كانت إمتى؟ آخر مرة سافرت هولندا وأنا بتعاقد مع البنت بتاعت بورتريكو. بتاعت بورتريكو.